هشام بودوي يصل للمباراة 100 مع فريقه نيس الفرنسي، وهذا منذ التحاقه بهم سنة 2019. صاحب 23 سنة يعتبر ثاني أسرع لاعب يصل إلى المباراة رقم 100 بعد زميله في الأكاديمية والمنتخب الوطني رامي بن سبعيني. خريج أكاديمية تاتيتيك بارادو، سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة منذ تقمصه ألوان نادي نيس. ابن مدينة بشار، وقع العقد لأربعة مواسم مع نيس قبل أن يقوم الفريق الفرنسي بتمديد عقده إلى غاية 2027 بعد المستوى المميز الذي بات يقدمه في كل المنافسات. أمير بشار كما تلقبه الصحافة الفرنسية، تدرج في كل أصناف نادي أتلتيك بارادو ليصبح أصغر لاعب يشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس إفريقيا للأمم سنة 2019. لاعب المنتخب الوطني عرف كيف يفرض نفسه في تشكيلة نيس بعدما أصبح قطعة أساسية منذ موسمه الثاني مع النادي الفرنسي. وسائل إعلام فرنسية أشارت على تلقي بودوي للعديد من العروض من الأندية الإنجليزية أبرزها أستون فيلا وبرايتون. تألق محارب الصحراء ساهم في ارتفاع قيمته المالية التي أصبحت تبلغ 8 ملايين يورو بعدما كانت صفقة انتقاله من بارادو 1.4 مليون يورو. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.